السلام عليكم، يعطيكم العافية. رجعنا لكم بالمقطع الثالث أو الجزء الثالث من تكملة الأحرف أو التأسيس حق الأحرف. نقول بسم الله وندخل على الأحرف ونشوف كيف بتكون إيانا هالخمس الأحرف هذه، وإن شاء الله تتقنوها بشكل أسرع. ونرجع نكمل محل ما وقفنا. الحين عندنا الأحرف اللي بنبتدي فيهم اليوم من الكي إلى الأو. بس خلي الجوال صامت عندي، اللي هو نفس الخطوات اللي نسويهم. الكي واحد اثنين، عندي دلف النص هذا ثلاثة، وهنا أربعة. نبدأ نسوي كل جزء الحالة ونشوف كيف يطلع ايانا الشكل. هذا الشكل النهائي طلع عندنا، ونفس الكلام اللي نقوله في كل حرف في كل مقطع، وين الحاجات اللي نبغاهم فوق وين الحاجات اللي نبغاهم تحت. كده نكون الحين خلصنا اللي هو حرف الكي. ندخل على حرف الال ونشوف كيف بيصير يعني. ندخل الحين على حرف الال ونسوي نفس الخطوات اللي سويناهم كل مره. نقسم الحرف، انا عندي بيكون حرف الال اثنين، هذا واحد وهذا الثاني. عندي الحرف الال ده هو عندي سوى اللي هو الله ينعل بليس، انا صنفته الى صنفين او قطعتين، عندي هذه واحده وهذه واحده. بس ان انا اشوف الشكل حقه صاير مو حلو، اقدر اسوي له اضافه من الاحرف اللي كنت انا اسويهم من قبل، نفس هذه الاضافات اللي هنا او الاحرف اللي راحوا. نشوف الشكل اللي نبغى نعطيه اياه ونقدر نزيد عليه القطعه الثالثه. كده تكوني الحين حرف الأول بالإضافة اللي أنا سويتها. نسوي نفس الحاجات اللي سويناها من قبل، نسوي بالرصاص ونمسح ونشوف كيف يكون يانا الشكل في النهاية. وكذا يكون تكوني انا حرف الال. الحين ندخل على حرف الام واللي هو حرف الثالث في المقطع مال اليوم، وندخل اياكم الحين على حرف الام وزي العاده نفصلهم، واحد اثنين ثلاثه، هذا اربعه ثلاثه اربعه. نشكل كل واحد لحاله زي ما سوينا في الحرف اللي راح.
كده نقدر احنا نضيف زي ما ضفنا في حرف الال. اشوف اللي هو المقاس صاير حقنا مو حلو، اقدر اضيف هنا حاجه نفس اللي سويناه في حرف اللي هو السي او حرف الدي الجي، الاضافات اللي تصير الصغيره اقدر اضيف هنا، اقدر اضيف هنا، بس ان انا ابغى احاول ان اعطيه جماليه اكثر، فاشوف المكان هذه مناسبه عندي اكثر. الاضافه اللي بسويها اليه كده. يكون خلصنا حرف الام. نفس الكلام اللي نقوله خيار عندنا، اذا بغينا نخلي القطع متصله خلوها عادي. في عندنا اسلوب بعد نقدر نخلي الخطوط هذه موجوده مال القوالب اللي انا مسحتها زي هذا الحين صاير جاي كده، هذه قاعده تعطي جماليه بعد. بس ان شاء الله هذه ويا الايام تشوفوا فكرتها توصلوا اليها او توصل اليكم الحين وانا قاعد امسح، تشوفوا الفكره حقتها كيف صايره. وفي النهاية انت بتسوي الشيء اللي يناسبك انت، الحاجة اللي تشوفها فيها جمالية لك. يعني مثلا هذا نقدر نحن ما نسوي نفس ذا الاسلوب، نسويها بهذا الاسلوب عشان تكون مرة متقاربة. اهم شيء انه في النهاية يكون ياي الحرف متناسب. كده نكون خلصنا من حرف الام وندخل على حرف الان. نجي ياكم لحرف الان، نقسمه 1 2 3. طبعا حرف الان بيكون قريب ياي واجد واجد من حرف الام، اللهم شغلة واحدة بس اللي منه هي اللي تكنسلت، بس الفكرة بتكون نفس فكرته بالضبط. عندي حرف الان فوصلت اياه لهالمرحلة هذه، حسيت ان المقاس حقه مو عدل. هو اهم شيء ان انا انتبه للمقاسات الى كل قطعة انا قاعد اسويها. شفت ان المقاس صار عندي مو عدل او ان في فضاوة، اقدر ان انا اتلاعب فيه زي ما تلاعبنا في حرف اللي هو حرف الام من شوي. نسويها نفس الخطوات، او تبغى تسوون قريب اليه تبغى تسوي له شكل ثاني ما عندكم اي مشكلة. خلنا نقول هذا حين الاضافة هي رقم 4. بس اهم حاجة الاضافات اللي احنا قاعدين نسويهم نكون سويناهم في او في نفس الجملة اللي قاعدين نشتغل عليها من قبل، كان اسم كانت عبارة، ان تكون نفس الاضافات موجودة فيهم، ما يكون حاجة عشوائية او خارجة عنهم. اذا بنسوي حاجة خارجة عن الاطار اللي احنا سويناه نحاول نكسرها في حرف ثاني عساس تكون متناسقة. وكده يكون خلصنا حرف الان. الحين نجي الى اصعب حرف اللي صحيح تعبت وما قدرت يعني اشوف لي حلول واجد. انا استعين بعض الاحرف الجاهزة فاشوف فيهم قوالب، اشوف واقعد احاول اتلاعب فيهم، بس ان شاء الله يطلع الشكل اللي بنسوي لكم الحين في حرف الاو يكون حلو وتشوفوه مرتب.
وندخل على الحرف اللمجن الاو، ما وين تبدي من وين تنتهي ما تدري، بس احنا بنقسمه بنخلي هذه واحد وبنخلي هذه اثنين. طبعا لحد الحين يعني ما حصلت لين اسلوب معين، وزي ما قلت لكم ان انا قاعد استخدم بعض القوالب اللي تكون جاهزه، ففي عندي حرف شويه حسه لطيف، وهذا اللي انا بسويه، بس بتكون القوالب قريبه الى القوالب اللي انا قاعد استخدمها. نجي للحرف. عندي كده تشكل لو حرف الاو. انا زي ما قلت لكم عندي عقده من الاحرف اللي فيهم الدوائر، الاو عندك من البي مثلا، السي، السي بعد لي تداخلات ما شاء الله لا استغفر الله السي، بس ان الحين يعني ما اتقنتم بشكل كامل، فاغلب الاحيان انا استخدم له او اختصر الاو خلاص بالشكل العادي الروتيني، اخلي مثلا بهذا الشكل واعطيه دائرة البسيطة، او ان انا اقلبها فيس، فقليل اذا انا استخدمته بشغل القوالب. لسه قاعد اتمرن عليه، ما ختمته بشكل كامل، بس قاعد اعطيكم الحاجات اللي انا اعرفها. كذا نكون خلصنا له مجموعة الاحرف حق اليوم، وكذا نكون خلصنا المقطع مال اليوم للخمسة الاحرف اللي هو اللي اشتغلنا عليهم. الله ينعم فيس، ما ادري والله مضيع في حاجات اللي هم شرمتها شوي المخ اليوم ليكم عليه، بس اتمنى ان كان الشرح فيها بسيط وسهل عندكم. نشوفكم ان شاء الله تكملت باقي الاحرف. في امان الله.